احنا بنحكي على معرض بشكل دائم ان شاء الله يكون كل اسبوع. هو سوق راح يصير سوق المنشية للمنتوجات النسوية. طبعا هدفنا تمكين النساء، تمكين الاقتصادي للنساء، دعم منتوجاتهم، تحسين وضعهم المعيشي لهم ولأسرهم من خلال بيع منتجاتهم في هذا السوق. أنا بشتغل على مشروع لتمكين النساء اقتصاديا، بنشتغل فيه بأربع مناطق في نابلس، في بيت فريك وبيت دجان وبرقة وجماعين. اللي شايفينه احنا هون مشاركتنا مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بناء على انه احنا عندنا مجموعات نسوية بتشتغل بالاشغال اليدوي والحرف. عندنا بجماعين بيشتغلوا بالقش، وعندنا في بيت فريك بيشتغلوا بالصوف، وعندنا مجموعة ببيت دجان بيشتغلوا بالتطريز. بنشتغل في العسل، في الصابون، في الكريمات، جميع مشتقات العسل والنحل، هاي جميعها الكريمات موجودة عندنا، في الزعتر، جميع شيء موجود الحمد لله، وجمعيتنا الحمد لله موفقة. جايين هون يعني بدنا نبرز هوايتنا بتربية الصبار، وكيف انه يعني نبين انه كيف ممكن يطلع بشكل حلو. احنا يعني في عنا صفحات على الاونلاين، في عنا صفحة على الفيسبوك وعلى الانستغرام كاكتس كورنر اللي هي ركن الصبار، في كل شيء بنعمله بننزله. يعني طبعا كلياته هاد شغل ايد، يعني كله من الخشب والزريعة كلياتها تنسيق ايدينا. يعني احنا بنشتغل فيه بشكل شخصي صرنا اكثر من 4 سنين 5 سنين، بس اول مرة بنعمل خطوة انه ننزل نعرضه للناس.